طبعا استكمالا للخطه الشركه زين السنويه بافتتاح مراكز الخدمه في جميع مناطق العراق لتوفير الخدمه وتوفير العناء على جميع مشتركينا. نقوم اليوم بافتتاح نقطه بيع قرب مركز محافظه مدينه كركوك، نقطه خدمات معتمده لشركه زين. طبعا زياده عدد المشتركين وزياده رغبه الناس واقبالهم على خدمات اللي توفرها شركه زين، وخصوصا خدمه الثريجي، واقبال الشباب على استخدام الانترنت بهاي الفتره، شو بنقول، كبر قاعده المشتركين شركه زين بكركوك، مما يفرض ويحتم علينا زياده عدد مراكز الخدمه وتطويرها وتقريبها من الناس في جميع مناطق كركوك. حسام عدنان، مدير مبيعات زين العراق في كركوك. اليوم نشارك شركه زين للاتصالات في محافظه كركوك، هذه المناسبه جميله، مناسبه افتتاح مركز للخدمه، حيث لديهم الكثير من الخدمات في مجال الاتصالات في محافظتنا، ونشكرهم ونتمنى لهم الموفقية، حيث سبق وأن لهم الكثير من التعاون مع الإدارة في شتى المجالات، منهم قاموا بتوزيع رحلات دراسية للطلاب المدارس في المحافظة وتوزيع السلات الغذائية على الناس المحتاجين، ونتمنى لهم الموفقية.